السلام عليكم خوتي، انا اخوكم مواطن مغربي بحالي بحالكم. انا عشت حياه اجتماعيه خايبه، كنت عايش بدور الصبيح، كنت عايش بخير، بايع وشاري واكل شارب، بنتي معيشه بخير. وهذاك ناضو هزونا قالك استفاده، هزونا داونا واحد البلاصه يقول لها تمارا الشيقه براكه مقابل شقه، شقه تبعنا تبعتنا فيها الطريطه. الطريطه انا فاش هزونا من هذيك البلاصه ناضو حيدوا لي حتى البلاصه فين تنبيع وتنشري، ما بقيت لاقي فين نخدم، ما لقيت لاقي حتى حاجه. القايد مشيت تنطلب فيه تيقول لي والله العظيم واخا يجي با والله لا حط في هذه البلاصه ومخلي ناس برانيين حاطين فيها. انا حاليا دابا عندي بنت مريضه، هي معاقه وهي بين يديا، حاليا ما تقدرش تشوفني مأزم، ما تقدرش تشوفني تنبكي، هي غادي تبدا تبكي. معاقة مريضة، ما تتاكل ما تتشرب الدوايات. دابا ما بقيتش خلاقي باش نخلص لا طريطة لا ما لا ضو، ولادي غادي يلوحوهم ليا للزنقة. تنطلبوا من الله ومن العدالة ومن المسؤولين ومن كل شيء. اليوم جيت لهنا على ود لحقاش تبعوا بيا شكوى باش يلوحوا ليا ولادي للزنقة حيت ما تخلصش الطريطة. في تمارة في الشيقة عمارة الفردوس. تنطلب من الله ومن المسؤولين ومن جميع المؤسسات ويوقفوا من جهتي ومن جهه هذه البنت. انا ما بقيت باغي والو، بغيت بناتي ما يتلاحوش ليا الزرقاء. هي بنت معاقه كما تقول، يوقفوا مع المعاقين. هي معاقه يوقفوا معها باش ما تلاحش الزرقاء. البنكه اللي تبعت بيا شكايه انني ما تنديش الفاتوره ديالي كل شهر، لحقاش ما بقاش عندي منين ندخل سميتو. ما كنتيش كتخلص؟ انا خلصت واحد 10 شهور من بعد صح. من بعد ما بقيتش قادر نخلص الماكله واحد فيها انا وليداتي. لقاش شنو البنت عايشه غير بسيريلاك ودانون، ما تاكل شي حاجه من غير سيريلاك ودانون والدوايات. انت كتعاني بشي مرض؟ هي معاقه كامله، هي بين يديا دابا، ما تتهضر ما تاكل ما تتشرب، عندها لبسين مخ صغير. شحال في عمرها؟ في عمرها 7 سنين دابا. وتنطلب منكم ومن الله ومن المسؤولين يشوفوا من حالي ومن حال هذه البنت. هادشي اللي كاين دابا. الجلسه الثانيه هما رجعوني قالوا لي سير عاوتاني وخروني حتى ل10 في شهر 3. دابا انا تنتسنى القضاء اشنو يدير، ولان القضاء راه والو بنت غادي يخرى يلوح لي ولادي للزنقة. تنطلب من الله ومن العداله ومن المحسنين يشوفوا، تقول تشوفوا من حال من المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه. هي ذوي الاحتياجات الخاصه. عييت ما نجري جمعيات، هي لو الدواء ديالها 7 سنين وانا تنجري في جمعيات والو، ما كاينش جمعيه اللي صفاتني. تنجري في جمعيات لو الترويض، ما كاينش جمعيه اللي صفاتني والو والو اخوتي. انا كنت نبيع وتنشري، فاش حيدني القيد ما بقيتش نبيع وتنشري، وليت عسات حارس ليلي بالليل، تنعس على 20 طوموبيل، 20,000 ريال في الشهر. 20,000 ريال في الشهر اخوتي جد لكم، يلا تشوفوا بعينيكم، نوريكم مقر البلاصه فين خدام، بلاصه فين عايش. سولوا عليا الناس كي كنت وكي وليت. ما كان ما راه ما دابا تنهضر معاكم وما قادرش نهضر معاكم، والله ما عرفتش ما نقول لكم. ما قادرش لحقاش ما مولفتش ندلل شي واحد ولا تنطلب شي واحد ولا شي حاجه، مولفتش نخدم بدراعي وهز وليداتي ديما، ما كان خاصهم والو. وليني من نهار فاش طعت بهذا المشكل ما لقيت حتى واحد اللي وقف جنبي، حتى واحد اللي وقف لي جنب ولادي، حتى واحد اللي يعاونني والو. الرقم ديالي 07 71 61 37 07. رسالتي الاخيره والمغاربه والناس اللي تيشوفوني، اللي بغى يعاون هذه البنت، اللي بغى يدير شي حسنه في الدنيا يعاونني. هي تكون قبر الحياه هو الاساس، اما دواها ولا اي حاجه انا نقدر نتقاتل عليه باي طريقه نقدر نجيبو، لان قبر الحياه ما بغيتش بنتي تلاح لي الزنقه. هادشي اللي كاين.